لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة مع رفيق أين الله الجزء 33، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معرفة أين الله، وعنوان حلقتنا شيخ الأزهر يصحح إيمان الرسول بذات الله. شفنا في الحلقة اللي فاتت تدليس وتحريف شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الثوري، وإزاي دلس وحرف في حديث الجارية اللي هو موجود في صحيح مسلم، وقال بالحرف الواحد هو النبي سأل الجارية التي أرادت يعني جاءت تسلم، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال إنها مؤمنة. وكان سؤالنا اللي سبته في الحلقة اللي فاتت لإمام أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، ليه بتدلس في السنة؟ وهل ما يعرفش الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ونشوف كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب مرة تانية وهو بيدلس في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني. ونعيد عليك سؤالنا يا شيخ الأزهر، ليه دلست في السنة وغيرت متن الحديث وقلت إنها أرادت يعني جاءت تسلم، فالرسول سألها أين الله؟ وفي حلقة النهاردة نسأل السؤال الثاني. والسؤال الثاني يا فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، هل الواحد لو عاوز يسلم على أيام رسول الإسلام يروح للرسول يقوم الرسول يسأله أين الله؟ فيرد الكافر يقول له الله في السماء، يقول له رسول الإسلام خلاص أنت كده بقيت مسلم. وهنشوف رد الشيخ الأشعري الدكتور وليد يرد على السؤال ده في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض. هو الرسول بيّن كيف يدخل الشخص بالإسلام. الرسول ما كان يقول للشخص إذا أراد أن يدخله في الإسلام أين الله، فذاك يقول في السماء. زي ما شفت حضراتكم الشيخ الأشعري الدكتور وليد هو بيقول إن رسول الإسلام وضح لنا يعني قال لنا إزاي الشخص الكافر أو المشرك أو غير المسلم يدخل الإسلام. ما كانش الرسول بيسأله أين الله، فالكافر يقول في السماء، فالرسول يقول خلاص أنت كده بقيت مسلم. وهيوضح لنا الشيخ الأشعري الدكتور وليد إزاي كان رسول الإسلام بيحكم بإسلام أي شخص في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض. إنما الذي ثبت في الحديث المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم عن 50 صحابيا، هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالنبي كان يحكم بإسلام الشخص إذا نطق بالشهادتين، وهذه المسألة مجمع عليها كما نقل الإجماع ابن المنذر والنووي. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الأشعري الدكتور وليد بيقول إنما الذي ثبت في الحديث المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم عن 50 صحابيا هذا الحديث أن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. فالنبي كان بيحكم بإسلام الشخص إذا إيه نطق بالشهادتين، وقال إن هذه المسألة مجمع عليها كما نقل الإجماع ابن المنذر والنووي. طيب يا شيخ الأزهر، رسول الإسلام كان بيحكم بإسلام الشخص إذا نطق بالشهادتين، وإن المسألة دي مجمع عليها، وإن اللي نقل الإجماع ده ابن المنذر والنووي، والنووي ده بيعتبر من أئمة الأشاعرة، وفي نفس الوقت هو اللي شرح صحيح مسلم اللي فيه حديث الجارية. وهنشوف كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب مرة تانية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني. ومرة تانية هنعلق على كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وهنوضح نقطة مهمة جدا، وهي زي ما حضراتكم شفتوا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو بيقول إن الجارية راحت لرسول الإسلام عشان تسلم، وطبعا الكلام ده إحنا وضحنا إنه غير صحيح. الرسول قال لها أين الله؟ فالجارية ردت وقالت للرسول في السماء، فالرسول قال أنتي مؤمنة. طيب إلى هنا، والمفروض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يعلق بشكل مباشر على السؤال نفسه أين الله اللي سأله رسول الإسلام للجارية، لكن اتفاجئنا إن شيخ الأزهر بيقول تعليق غريب جدا. نشوف مع حضراتكم تعليق الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي.
هذا لأن طبعا الإنسان المؤمن ليس مطالبا بأن يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب بيسأل: ما معنى أن الجارية لما سألها الرسول أين الله قالت الجارية الله في السماء، فالرسول قال لها أنت مؤمنة؟ شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب يرد على السؤال اللي قاله بنفسه ويقول إيه: لأن طبعا الإنسان المؤمن ليس مطالبا بأن يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب ملوش أي معنى خالص لأكتر من سبب، هنقول منه سببين اثنين. السبب الأول لأن الرسول هو اللي سأل الجارية أين الله، وفي الحالة دي يكون معنى كلام شيخ الأزهر إن الرسول ما كانش ليه حق إنه يسأل أين الله، لأنه غير مطالب إنه يبحث فيما يتعلق بذات الله. وأنا يعني بأكد إن معركة أين الله بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب ورسول الإسلام نفسه، وكده يعني في الحالة دي بيبقى رسول الإسلام مخطئ إنه بيسأل أصلاً السؤال ده. وخلينا كمان نتأكد من الكلام ده مع الشيخ الفوزان وهو بيأكد المعلومة دي في الفيديو اللي جاي. الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. وزي ما شفت حضراتكم ان الشيخ الفوزان بيقول ان رسول الاسلام هو بنفسه اللي سال الجاري اين الله، فلو قلنا لا المؤمن ليس مطالبا بان يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، يبقى معنى كلامنا اننا بنقول ان رسول الاسلام مخطئ لما سال اين الله. طيب والسبب الثاني، هنفترض ان كلام الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد طيب ان المؤمن انه يعني المفروض ما يسالش اسئله متعلقه بذات الله، فليه رسول الإسلام لما سأل الجارية أين الله وجاوبته الجارية إن الله في السماء ما قالهاش ما يصحش الكلام ده، ولا يجوز ليكي أو لأي مؤمن إنه يتكلم عن ذات الله، وإن ده خطأ وضد العقيدة. لكننا إحنا اتفاجئنا بإيه؟ إن رسول الإسلام قال إيه؟ قال عن الجارية إنها مؤمنة. إحنا دلوقتي نصدق مين؟ نصدقك أنت يا شيخ الأزهر ولا نصدق رسول الإسلام؟ نسأل أين الله زي ما رسول الإسلام سأل الجارية ولا ما نسألش أين الله ده خالص؟ هل الرسول كان مخطئ ولا يعوذ بالله زي ما قال كده او على رأي يعني الشيخ الفوزان؟ ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي بيقول. فاذا ان تقول اين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي اراد يعني جاءت تسلم فقالها اين الله، فقالت في السماء، فقال انها مؤمنة يعني. او وزي ما شفنا مع بعض ان الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب اعتبر ان رد الجارية على سؤال رسول الاسلام اين الله مكان ايه؟ مكان الشهادتين، وانها اسلمت يعني دخلت الاسلام لما ردت على سؤال الرسول وقالت ان الله في السماء. لو كان كلام شيخ الازهر صحيح لما قال الانسان المؤمن ليس مطالبا بان يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، كان رسول الاسلام قال للجارية انت مش مسلمة لما تقولي ان الله في السماء، وده اللي نقله الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وما اعترضش عليه. يعني شيخ الأزهر بيقول إن الجارية أسلمت وبقيت مؤمنة لما ردت على سؤال الرسول أين الله وقالت إن الله في السماء، وبعدين يقول لا 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 الكلام ده غلط خطأ ورسول الإسلام أخطأ والجارية مش مؤمنة ولا مسلمة، لأن المؤمن المفروض إنه ما يبحث في ذات الله. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة إن معركة أين الله بالنسبة للإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب ليها طرف ثالث، وهو السبب الرئيسي وراء كل الفتنة، والطرف ده هو رسول الإسلام بنفسه. عشان كده شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب من أول الحلقات وهو في مواجهة مع مين؟ هو في مواجهة حامية جدا مع رسول الإسلام. وتابعوني الحلقة الجاية علشان نستكمل مواجهة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب مع رسول الإسلام، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.